ردي عليا بعد اذنك. خلينا بعد الحلقة نتكلم. مش قادرة انا فاكرة انك انا بالمنظر ده انا كده مش عارفة اكمل الحلقة، انا ولا انا اتبهدلت. بالمنظر ده مش قادرة اكمل الحلقة. انت هتاخديه وتروحي البيت، انا عندي شغل، انا حياتي هتدمر. من قال لك ان انا هروح البيت؟ انا هاخد ابني وهخلع من الدنيا كلها، مش هخش اشوف وشي تاني. انت مبسوط هيك؟ مبسوط؟ يعني البنت دي بنتك؟ ليه انا مين تبكي؟ دي بنتك دي؟ بتبكي؟ دي بنتك؟ دي بنتك؟ دي بنتك دي؟ ده من زمان انا ما اعرفش، انا اتفاجئت. يعني اتفاجئت؟ انا اتفاجئت ما اعرفش. يعني ايه اتفاجئت؟ يعني ايه اتفاجئت؟ قالت لي ماتت، قالت لي ماتت. يعني ايه اتفاجئت؟ يعني دي ماتت؟ يعني اتفاجئت؟ هي قالت لي ماتت. وانا قلت لك احكي لها على حياتك ما حكيتليش. يعني ايه اتفاجئت؟ يعني ايه اتفاجئت؟ ما ترد عليا. يعني ايه اتفاجئت؟ هي قالت لي يعني ماتت. يعني ايه اتفاجئت؟ رد على اهلي. يعني ايه اتفاجئت؟ يعني ايه اتفاجئت؟ عندك بنت صغيرة؟ اما نروح بقول روح مين؟ انا قومي، انا فاكرة ان هروح معاك البيت؟ انت هتضطرين دلوقتي تسحري قدام الناس دي كلها وقدام مصر والناس الدنيا كلها، واخد ابني وهمشي. رد عليا دلوقتي حالا. دي بنتك؟ هي قالت لي ماتت من زمان. رد على سؤالي يا مدثر من فضلك، ما تخلينيش انفعل. دي بنتك؟ دي بنتك؟ بنتي اه. وانت ازاي ما تقوليش حاجة؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفش اللي هي عايشة. يعني ايه؟ يعني ايه ما تعرفش؟ هي قالت لي ماتت من زمان، انا يعني ما اعرفش. يعني ايه؟ وانت ليه ما حكيتليش حاجه زي كده؟ ليه ما حكيتليش؟ ليه ما حكيتليش؟ ليه ما حكيتليش؟ انا عايز افهم. ليه ما حكيتليش؟ طب اما نروح له ونتكلم. لا انا مش انا لا 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 بص، ما تخلينيش اخرج عن شعوري. الله يبارك لك ورحمه ابوك. انا تعبت ومستحمله وساكته عشان خاطرك وعشان خاطر ابنك. تعمل فيا انا كده؟ تعمل فيها لك كده؟ انا مستحمله ظروفك وقلت على عيني وعلى راسي عشان بحبك وبتلعب وعشان خاطر ابني الصغير. رد عليا. طب انت كمان طلع يا شيخ ما تضحك عليا. دي بنتك دي؟ انتوا يا جماعه ازاي ما تقوليليش يا جدعان للمذيع سماحه؟ يا جدعان دي بنتك دي؟ يعني ازاي ما تقوليليش حاجه زي كده يعني؟ دي بنتك الصغيرة؟ دي بنتك دي؟ ايه دي؟ طيب ابعد عني يا مدسح سوية مين بالله. اخليك تصورها دلوقتي حالا. ما انا بقعد بقعد كمان لبابا. ابعد عني. احنا في وسط ناس. طيب ابعد عني يا جماعة، معلش سامحوني، ما انا عليكم ابعدوا عني بقى عشان احنا في وسط ناس. ابعد عني. عشان احنا في وسط ناس. ابعد عني. طب عشان احنا في وسط ناس. ابعد عني. عندنا بيت نتلم. ابعد عني. بيت يا ابو بيت. وانت فاكر ان انا هاجي معاك البيت؟ يمين بالله ما هيحصل. والله لا اخد ابني وهمشي. وهطلع لي برضه على فكره مش هبقى على ذمتك بعد اللي انا عرفته ده. اعصابي باظت ومصفتهاش من كتر التعصب. ممكن تنادها لها يا جدعان بعد اذنكم؟ ممكن تنادها لها عشان اعرف الموضوع ده؟ طب انا لازم انزل او حاجه، انا اتبهدلت. العظيم يا رب، العظيم يا رب. معرفش اللي انت عايشه. معلش حقك عليا. انت ليه الظن؟ طيب معرفش اللي انت عايشه. معرفش امي قالت لي ان انت مش عايشه. معلش مني. مش جايه معاك. يلا مش جايه. سيبها. انا عايزاه، والله عايزاه بعد اذنك. انا عايزاه. تعالي تعالي يا حبيبتي. تعالي ما تخافيش. والله ما تخافيش. سلام عليك. عامله ايه؟ ما تخافيش. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. ما تخافيش مني. ما تخافيش. ممكن تهدي؟ تترعشلي. طيب تترعشلي. اهدي. انت تعرفي ان انت ليكي اخ؟ لا. اسمه محمد. امور كده والله العظيم زيك، صدقيني عسل زيك.
عشان انا نفسي من زمان اشوف بابا بس هو ماما مش عارفه ما عملي منه. انتي تعبتي متخافيش متخافيش اهوتي متخافيش مش هخليكي تمشي متخليكي تمشي اهوتي خليني مع بابا بس متخليش والله انا هسيبهولك متقلقيش هسيبهولك انا عايش مع طنط لسه وتيجي تعيشي معانا لا انا مش واقفه ان انا فارق بنتها عن امها مش واقفه ان انا فارق بنتها عن امها انا مش زيك انا مش زيك والله انا هسيب بنتي لحد ما تكبر من ماما كده من غير اب انا ما اعرفش ما تقولش ما تعرفش انت اصلا ما تقولش حاجه اصلا زي كده ازاي ما تعرفنيش لو سمحت خليها قاعده معانا بعد اذنك انا عايزاها انا عايزاها والله تقعد معايا بعد اذنك اتفقتكم بس سيبوني شويه مع بابا صدقيني بعد الحلقه هسيبك مع بابا والله صدقيني والله ما اخده معايا وحياة ربنا هروح له عايز اقعد بس معاه شويه اقعد يا تمام وصلني لا يا شباب معلش حبيبي ما هو كنتش عارف ان انت موجود لا سيبني مع بابا شوية سيبني مع بابا شوية خلاني مع بابا ماشي يا ماما هل تعرف ان احنا عندنا طفل؟ رد على سؤالي بعد اذنك يا مدام سماح اتفضلي تعرف ان احنا عندنا طفل؟ اسمه محمد والله العظيم انا كنت اعرف ان انت حضرتك كنت متجوزين او كان كنت والله ما كنت اتجوزته وحياة ربنا ما كنت اتجوزته بس انا ما اعرفش يعني انا بقول لك انا سامحيني ان انا فرقت بنت عن انا والدها فممكن حضرتك تدخلك في انا عايزه امشي بعد اذنك هو خدعنا احنا الاثنين انت قلتي لي البنت ماتت قلتي لي البنت ماتت دلوقتي بعيد الشر عن قلب بنتي ما تشرب طب ايه ده انا ما كنتش اعرف ابعد عني انا ما كنتش اعرف ابعد عني اوعى بقى ابعد عني انا ما كنتش اعرف ابعد عني الله يبارك لك في اللي علي عندك بنت كمان وبكحه بتتكلم انا ما اعرفش اي حاجه غير بالصدفه احنا داخلين مع بعض وجايين مع بعض مشكله بس انا كنت نمت مع بابا يا ماما انت ما لكيش اي ذنب انت ما لكيش اي علاقه بالحوار ده اصلا انت ما لكيش ذنب الموضوع ده انت اللي عملتي كده فينا انت اللي عملتي كده فينا يا سلام هي برضه انت اللي حطيتنا في الموقف ده انت البقى جايبها ابننا انا عايز افهم هي ذنبها ايه بالموضوع انت اصلا ما اتكلمتش ليه انت ما قلتش ليه ما تجننيش قالت لي البنت مش عايشه قالت لي ما قلتليش انت الحوار ده ليه؟ ما حكيتليش ليه عن الموضوع زي ده؟ انا اول مره اسمع حاجه زي كده. ليه ما حكيتليش كده حرام عليكي يا اخي انا تعبت. ممكن ننهي الحلقه طيب اللي احنا فيها ديت؟ ممكن ننهيها عشان مش هينفع اللي احنا فيه دوت دلوقتي؟ انا بيتي اتخرب دلوقتي بسببك يا سلام والله ما تكلميش تمام اذنك عشان الله يبارك لي ازاي بيتي اتخرب بسببك ازاي بيتي اتخرب بسبب انا عايز افهم ازاي انا اما الاعداد يكلموني ويقولوا لنا عايزين في حلقه وهي عارفه ايه انت ما اتكلمتش ليه ما قلتش ليه حاجه زي كده ليا ليه ما قلتليش انا عايز افهم ما قلتليش ليه انا عايز افهم انت ما اتكلمتش وما حكيتليش حاجه زي كده ليه هي ذنبها ايه ليه ما عملتش حاجه اساسا انا قلت مادي وراح يعني مادي وراح مين يا ابو مادي وراح ازاي يعني طفله زي دي مادي وراح ازاي انا عايز افهم انت ازاي اب اساسا انا غلطان اصلا الكلام كله قلتهولها انا غلطت لو سمحت بقى طلقني طلقني متضصر لا مش هطلقك ومصطفى طلقني خلاص هخلعك عادي عادي انا عايزاها تقعد بعد اذنك لا انا عايزاها لو قالت انا مش هكمل الحلقه طب انا ممكن بس البنت تطلع لا انا عايزاها تقعد معايا لا عايزاها لا معلش عايزاها تقعد معايا معلش لا معلش لو سمحت ممكن نختم الحلقه ماشي اختموها ماشي
جاهزة نرجع؟ جاهزة نرجع؟ معلش بس أنا مش عارفة مش أي حاجة والله. والله أنت أمو زي القمر زي محمد. شكرا. زي القمر زي القمر زي محمد. يلا ستاند باي 5 4 3 2 اتفضلي. ورجعنا لكم تاني. هو وهي اللي ما طلعش هو وهي ومش هتوصل لطلاق ولا حاجه عشان كل ده مش حقيقي. احنا مراتي في ورطه لا تراجع ولا استسلام الجزء الثاني. بتهزر صح؟ انت بتهزر صح؟